طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. بنقصان كبير ونواقص كبيرة. الدستور هو وليد عملية سياسية عرجة، أساساً ولدت عرجة. ولدت عرجة بظل نظام احتلال، الاحتلال سواها، قامت على الطائفية السياسية، على التهميش وعلى الإقصاء وعلى المحاصص وإلى آخره. هاي العملية السياسية أنتجت هذا الدستور وأنتجت الأوضاع السياسية اللي احنا فيها. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نبدأ هذه الحلقة بموضوع بدء العدوى الفرز اليدوي اليوم في العراق. طبعا منذ الساعة 8 من صباح اليوم الثلاثاء بدأت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، والتي يتولى فريق قضائي إدارتها بعد تجميد عمل المسؤولين فيها من قبل البرلمان ومنعهم من السفر، عملية العدوى الفرز اليدوي لعشرات المحطات الانتخابية التي وردت فيها شكاوى التزوير خلال يوم الاقتراع في 12 من مايو أيار الماضي، وهو إجراء لا يتوقع منه تغيير كبير في النتائج السابقة التي كانت قد أعلنت عنها المفوضية. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار السباق في بغداد على منصب رئيس الحكومة المقبلة. مسؤولون عراقيون كشفوا عن بأن تحالف الفتح، الجناح السياسي لميليشيا الحشد الشعبي المدعوم من إيران، قدم اسم رئيس التحالف وزعيم الميليشيا هادي العامري مرشحا لرئاسة الوزراء، هادي العامري مرشحا لرئاسة الوزراء من قبل قائمة الفتح. أحد القضاة المنتدبين في بغداد تحدث بأن عملية العدوى الفرز اليدوي ستشمل سبع محافظات فقط، وهناك قرابة 400 محطة اقتراع سيتم فتح الصناديق فيها وعدها وفرزها، ثم استخراج الأصوات ومقارنتها بالنتائج السابقة الإلكترونية، كما سيتم فحص حالة الورقة الخاصة بالاقتراع والتأكد من وجود بيانات لها في جهاز التحقق، بحسب ما صرح به أحد القضاة، بما يثبت أنه صوت مواطن فعلا وليست محشورة داخل الصندوق بحسب هذا القاضي. توقع القاضي أن تمتد فترة إجراء هذه العملية ما بين 7 إلى 10 أيام، هذه نضع عليها خطين، من 7 إلى 10 أيام حتى يتم الإعلان عن النتائج بشكل نهائي قبل منتصف هذا الشهر. القاضي أوضح بأن المحافظات التي سيتم فحصها هي الأنبار والتأميم والسليمانية ونينوى وأربيل ودهوك وصلاح الدين، كما سيتم البدء بالعدوى الفرز في محطات الاقتراع الخارجية في دول إيران وتركيا وبريطانيا ولبنان والأردن والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا. لفت هذا القاضي بتصريح إلى صحيفة العربية الجديد إلى أن المحافظات والدول الأخرى ستأتي تباعا كما يقول. ووفقا لهذا القاضي طبعا الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن عملية العدوى الفرز لا يرجى منها تغيير كبير في النتائج النهائية التي أعلن عنها سابقا، ووصف دور القضاة في العملية بأنه تنفيذي باعتبارهم جهة مستقلة. في غضون ذلك يستمر السباق المبكر في العاصمة بغداد على منصب رئاسة الحكومة كما تحدثنا، الحكومة الجديدة، حيث يجتهد كما يصف البعض تحالف الفتح الممثل بميليشيات الحشد الشعبي على تقديم رئيسه هادي العامري مرشحا لهذا المنصب. ووفقا لمصادر سياسية في بغداد على صلة بالمحادثات الجارية، فإن قائمة الفتح
قدم بالأغلبية هادي العامري لمنصب رئاسة الوزراء خلال اجتماع عقد في العاصمة بغداد صباح أمس الاثنين، وضم عددا من ممثلي الكيانات السياسية. بحسب المصادر ذاتها فإن هناك مرشحا آخر داخل تحالف الفتح غير العامري، لكنه أقل نفوذا من العامري. من هو؟ هو رئيس هيئة الحشد فالح الفياض، يعد مرشح حزب الله اللبناني وأحد أصدقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد. وفي حال لم ينجح فالح الفياض في الوصول لمنصب رئاسة الوزراء فإن حزب الله سيدفع به إلى منصب سيادي في الحكومة الجديدة. في هذا السياق عضو تحالف الفتح واثق النجفي قال بأن قيادات الفتح ليس لديها غير العامري ليكون منافسا ومرشحا لمنصب رئيس الوزراء المقبل. أضاف بأن العامري لم يقرر حتى الآن الترشح حتى في الاجتماعات الداخلية التي يقوم بها أعضاء الفتح. كما يقول النجفي، لا أحد يتحدث عن ترشيح العامري، لكن في الوقت المناسب سيكون الأخير هو المرشح وربما الوحيد عن قائمة الفتح لنيل هذا المنصب. أشار عضو التحالف النجفي إلى أن السائرون لديها مرشح أيضا، وكذلك العبادي، حيدر العبادي، وتعتقد بأن العامري والعبادي سيمثلان الشكل الحقيقي كما أسماه للتنافس على المنصب، والخاسر بينهما كما قال ليس خاسرا في الحقيقة، فهما سيشكلان الحكومة مع مقتدى الصدر ضمن تحالف سائرون الأكبر. تتزامن تسريبات ترشيح العامري من قبل كتلته لمنصب رئاسة الوزراء ودفع حزب الله اللبناني بالفياض للمنصب نفسه مع تساؤل طرحه زعيم تيار الصدري مقتدى الصدر حول إمكانية أن يكون القرار عراقي ولا يأتي من خارج الحدود، وذلك في تغريدة له على موقع تويتر أمس الاثنين. اعتبرها مراقبون بأنها مرتبطة بالمشاورات السياسية الحالية لتشكيل الحكومة المقبلة في العراق. إذن اليوم بدأ العد والفرز اليدوي في العراق في 7 محافظات فقط، وهناك من يشير بأن نسبة ما سوف يتم إعادة العد والفرز اليدوي فيه من الأصوات كنسبة هي 3% فقط من مجموع أصوات الناخبين التي ذهبت إلى صناديق الاقتراع. وكذلك موضوع ترشيح ودفع هادي العامري ليكون رئيس الحكومة المقبلة، نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع، وكذلك نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. إذا أخذنا أبرز التصريحات حول موضوع العد والفرز، على سبيل المثال عضو مفوضية الانتخابات سعيد كاكائي قال بأنه مستعد للذهاب إلى السجن في حال عدم ثبوت التزوير في الانتخابات البرلمانية في العراق. أضاف بأن الهدف من إعادة العد والفرز الجزئي هو للتأكد كما يقول من عدم وجود تلاعب في الانتخابات، فإن ثبت وجود التلاعب فينبغي حينها إعادة العملية لكل الصناديق مجددا تأكيده حصول عمليات تزوير كبيرة في الانتخابات. نأخذ مقتطف لعضو مفوضية الانتخابات سعيد كاكائي. الغاية من العد والفرز اليدوي الغاية حتى تتأكد من حصول أو عدم حصول تجمع تلاعب، فإذا صار موجود تلاعب المفروض عليك تفتح الصناديق كلها، وإذا ما كنت تلاعب ذاك الوقت خلي يجون يكلبشون سعيد كاكي ويدبوا بالسجن. نعم، استمعنا إلى كلمة عضو مفوضة الانتخابات سعيد كاكائي في هذا السياق. طبعا لجنة تقص الحقائق النيابية دعت إلى إلقاء نتائج الانتخابات التي جرت في 12 من أيار السابق في مزبلة التاريخ كما سمتها، بحسب وصف رئيس اللجنة عادل نوري. عادل نوري قال بأن هذه الانتخابات هي لعنة حلت على العراقيين، والقبول بنتائجها سيلقي بلعنات أخرى على البلاد. وأشار إلى أن العد والفرز
اليدوي لو تم العمل به بشكل صحيح وشفاف فإن نسبة التزوير ستتجاوز أكثر من 65 إلى 70%. النائبة نهلة الهبابي قالت بأن عددا من الأحزاب السياسية سعت لزج مفوضية لزج موظفين تابعين لها داخل أروقة مفوضية الانتخابات للتستر على عملية التزوير وتغيير نتائج العدوى الفرز اليدوي. أضافت النائبة الهبابي بأن قرار مفوضية الانتخابات بالعدوى الفرز الجزئي لصناديق الاقتراع لا جدوى منه ولن يغير من نتائج التزوير التي شهدتها العملية الانتخابية. أوضحت الهبابي بأن نسبة التزوير التي شهدتها العملية الانتخابية تتجاوز 60%، وأنه من غير الممكن أن يتم العد الجزئي دون الشامل. كما بيّنت الهبابي بأن المزورين يحاولون التستر على عملية التزوير من خلال أساليب متعددة للعودة إلى السلطة والحفاظ على النتائج المعلنة حسب قولها. في سياق التصريحات كذلك معنا اتصال أبو عمر من السليمانية. أبو عمر تفضل. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. اليوم إعادة العدوى الفرز اليدوي فقط في 7 محافظات، خلينا نأخذ رأيك حول إعادة العدوى الفرز اليدوي، وليش فقط في 7 محافظات؟ ما لها كل قيمة بصراحة أحكي لك يا نعم. إن هم يقول لك في حالة وجود حكومة تصريف أعمال لا يجي لحد يتخذ القرار، البرلمان انتهى صلاحيته، كل شيء انتهى صلاحيته، الإكسباير ما له انتهى، فهذه القرارات تعتبر غير منتبه. بس أكو ناس تخاف من الفضيحة، هي هاي المسألة هنا. لكن هل عندهم الجرأة أن ينتقلون إلى مناطق الجنوبية والوسطى؟ نعم. بعد ما كانت على أساس اتهام المناطق الشمالية، ما أدري الشمالية بس المهجرين أو الأكراد أيضا، مثلا الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني، غير أحزاب. أنا نعم. ما أعرف بيه. بصراحة هذول يعني مثل ما يقول هذه حكومة تصريف مياه المجاري الثقيلة، كل قيمة ما لها، وراح تبقى إلى آخر لحظة أن تقرر فيها أمريكا ما تريد. نعم. يعني أبو عمر فقط حتى يعني نجدد للمشاهد بأنه حتى بال7 محافظات اللي راح يتم إعادة العدوى الفرز، وهي الأنبار وصلاح الدين، أربيل، السليمانية، دهوك، التأميم، نينوى، حتى بهذه المحافظات لن يتم إعادة العدوى الفرز اليدوي بشكل كامل، فقط في مراكز انتخابية معينة، مراكز تقول المفوضية بأنه تم استلام شكاوى حول وجود عمليات تزوير فيها. يعني العدوى الفرز مثل ما أشارت نسبة البارحة بأنه فقط 3% من مجموع من ذهب إلى صناديق الاقتراع، شنو الفائدة؟ يعني مثل ما يقول أغلب البرلمانيين السابقين لن تغير شيء من نتائج الانتخابات. هو صحيح حتى إذا طلعت النتيجة تزوير، لأنه هذول يقول هذه القرارات غير ملزمة وما راح تأثر هذه النسبة، هذه النسبة لن تؤثر على نتائج الانتخابات. 3% ما له كل قيمة من مجموع 100%. ثانيا إذا تم العدو الفرز الكلي هذا راح يكشف النسبة الحقيقية لعدد المشاركين، وإذا انكشفت النسبة الحقيقية وانكشف التزوير الكبير والهائل الذي حدث خلال هذه الفترة، هذا راح يسوي يؤدي إلى إعادة الانتخابات. وحكومة التصريف هاي الأعمال مثل ما يقول هاي ما تقدر تصدر قرار بإعادة يسمونها الانتخابات، يعني يقول لك هي الانتخابات ما بها، الأولى اللي كانت صرفوا عليها 4 مليارات ما حد راح لها والنسبة كانت قليلة، فكيف احنا راح نضحك مرتب أخرى؟ بأي شكل راح نضحك عليهم ونقنعهم؟ ليش المرة جبنا أجهزة مال الشركات فتح الباب وسد الباب مثل ما يقول، هالمرة شو نجيب لهم؟ أجهزة مال غسل المواعين؟ يعني اكو موجودة حتى أجهزة لغسل المواعين مثل ما يقول الجدورة والباجورة والشروات هاي، فيقول لك احنا شو نضحك؟ فراح يغضون الطرف عنها، يلعبون بها 100 لعبة بحيث دخول المواطن ما يعرف راسه من رجله، ما يعرف صار ما صار، هذا اسلوبهم معروف استاذ. اما بالنسبه الى مساله
ترشيح هذه العامري. نعم. والله العظيم خل هو وأتباعه وأنصاره يطبعون. والله لو تطلع مليون نخلة براسه هذا ما يترشح. ولا ليش؟ سوري. ليش؟ هذا سبب أمريكا تقول لك أنا إذا حارب إيران دولة من أتباع إيران. يعني معقولة أجيب أتباع إيران أخذيهم بالحكومة؟ زين حزب الدعوة مدعوم. حزب الدعوة مو مدعوم من إيران؟ وصار لا يمسك في زمام السلطة من العام 2003 لغاية الآن. أمريكا أسمعك أبو عمر. أستاذ عمر، أمريكا لعبة مثل بريطانيا، تسامع ما فرقت السود. هي فرقت مثل ما يقول هذا العبادي معهم، شالت عنهم قائمة النصر. يقول خالي ما عندي مستعدة لبيع حزب الدعوة وبيع كل الأحزاب الأخرى بس في سبيل أن ترضى عني أمريكا. زين، فهم ما يقبلون بعد منه وغادي واحد يجي من شيعة إيران. لا، إنه لازم يكون من شيعة أمريكا وبريطانيا وفرنسا، يعني من أنصارهم وأتباعهم. نعم. هذا هو الحقيقة. وأما بالنسبة إلى تأسيس الحكومة، لن تتأسس الحكومة، لن تؤسس. تدري ليش أستاذ؟ هم ينتظرون فارغ الصبر معارك اليمن أن تنتهي، وجمه معارك الشام يلا بعد ذلك. زين أبو عمر نرجع لموضوع العدو الفرز. أريد أسألك بنقطة. يقول لك العدو الفرز بهذه المراكز بالسبع محافظات، يعني راح تأخذ فترة 10 أيام تقريبا حتى يتم إعلان النتائج النهائية. 10 أيام. لا، هم صادقين، هم راح يختارون الصناديق اللي يريدوها. زين، تريد غزال هذا عرنب، تريد عرنب أجلكم الله هذا خنزير، تريد خنزير احنا كيف نجيب لك اياه؟ بري وحشي مثل ما يقول أليف، احنا كيف نجيب لك اياه؟ مو انت اللي تختاره. يضحكون عليهم يفتحون صناديق يمكن ما حاصل فيها تزوير، تطلع النسبة بسيطة، واحد مثل ما يقول بالألف، واحد من 10,000، ما تأثر على تغيير النسبة. هذا هم ما يفضحون نفسهم، يقول لك انسدل الموضوع وننتهي. المواطن دايخ، المواطن تعبان، حاير بالكهرباء، بالماء، حاير نعم. بالرواتب، حاير بالمعيشة، حاير بالحر القاتل اللي جاية، حارب شنو؟ ما عنده كل شيء المواطن. ما نعم أبو عمر. يعني ما مهتم إلى هذه الدرجة بهذه المرحلة بحيث يوصل للانتخابات ويفكر بها. هم مدوخين، ومننا الحر مدوخه، والكهرباء مدوخته، والمي مدوخه، وشوف عندك انت شو طاير بالمواطن. نعم. هم ما يهمهم هذا، كله ضحك على العالم وضحك على ذقون الاخرين. وانا اشكرك استاذ عمر. شكرا ابو عمر. انا اشكرك ابو عمر من السليمانيه. معنا اتصال ابو حسن من بغداد. تفضل ابو حسن. السلام عليكم اخوي عمر. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يبارك فيك ويحفظك يا رب. سلمك. اخوي هذه عمليه الفرد، العدو الفرد واشارات هي المناطق تخدمهم، انا اعتقد هالشيء هذا. نعم. يعني هم هذول اللي صوتوا هذول يعني راضين بالشغله اللي يردوها. الناس مرتاحه بالهم هذا والضيم والجوع والعطش والمرض. هم ما يهمهم، هذول يردون الحكم باي ثمن، يعني مهما كان، حتى لو يدوسون على رقاب العراقيين كلهم. وما يهمهم رأي العراقيين، العراقيين هسه حالة يرثى لها. فهذول يعني عملية عدو الفرز كلها كلاوات، ضحك على الناس، يخشمروهم بين احنا يعني ناس ديمقراطيين. هم بالواقع الحال هم ما يفهمون شيء يعني من الحياة كلها، مو من الديمقراطية. نعم. فدي يضحكون على الناس. برأيك ليش بسبع محافظات فقط؟ كل الوسائل. نعم. ليش بسبع محافظات فقط وفي مراكز تم تلقي شكاوى كما تقول المفوضية من هذه المحافظات؟ أخوي هي كلها يعني شلون أقول لك، ابتزاز للناس بين إحنا، يعني الريدة أي محافظة تسوي بها عسفر يسويها كيفنا. هو كل الانتخابات هي كلها باطلة. يعني هسه روح للمجاني، هاي مال المجاني، كل مسير حكومه تظل الاحتلال يقول لك تفصيل، فهم شلبوا. والسبب كله الاداره الامريكيه، الادارات الامريكيه المتعاقبه، يعني كل هاي اذت العراقيين. بس ان شاء الله يشوفون اللي شفناه، لان دول ارهابيين سفره. زين ابو حسن، شنو رايك بترشيح قائمه الفتح لهذا العامري رئيس للحكومه المقبله؟ الف الله.
هل الفتح هذا اللي قاتل العراقيين في حرب ايران، ويقول لك اهم شيء الولي يستفيه، اذا الولي يستفيه يقول طل طل وذاك حرب. هم مجموعه سفله قتله ارهابيين. الفتح ودوله المعرور هذول دوله البافون، وهاي الاخ مال الجكم، فكلهم كل هذول مسير واحد، خط واحد لتدمير العراق. فما ادري العراقيين ليش نايمين انهم هاي ما ادري. والله مخازي، والله والله حتى الدول العربيه والاوروبيه ما تحترمنا بعد. لان دول يقعدون ما عندهم راي، مو رجال. نعم. يظلون نايمين عنهم هاي، ظلوا يا عراقيين، بالعافيه عليكم. نعم. أبو حسن من بغداد كان معنا، شكرا لك. طبعا النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود قال بأن عملية إجراء العدوى الفرز الجزئي هي تغطية على تزوير الانتخابات. أوضح بأن الحكومة التي ستنتج عن هذه الانتخابات ستكون حكومة ضعيفة وغير موثوق بها، وطالب القضاة المنتدبين بالالتزام بالتعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب المنتهي ولايته، الذي يدعو إلى إجراء عدوى فرز كلي. كريم النوري تحدث وهو المتحدث باسم ميليشيا الحشد، قال بأن التزوير في الانتخابات البرلمانية كبير جدا، وأضاف بأن عملية العدوى الفرز اليدوي كان لإرضاء الطرف الذي سرقت أصواته والطرف الآخر المعارض لإعادة العد والفرز، لافتا إلى أن إعادة العد والفرز يدويا عملية ترقيعية لن تثبت حقا لأحد حسب قوله. خلونا نأخذ مقطع أو حديث كريم النوري في هذا الصدد. هو عمل كبير، تزوير هائل، لا أحد ينكر ذلك، وليس تزوير تلاعب وتهكير وقضايا ربما خفية. لذلك الذهاب بهذا الاتجاه ربما يخلق لنا برلمانا أعرج وحكومة عمياء. لذلك اليوم العمل إذا كان العدوى الفرز اليدوي يأتي حقيقة ربما عملية إرضائية لحفظ الحقين، حفظ الكتل السياسية الرافضة للعد والفرز، وأيضا للذين سرقت أصواتهم، عملية إرضائية. نعم، مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال ابو هاني من بابل، تفضل ابو هاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخي الكريم، متى نبقى انا واحد يحكي عسى انا واحد يغلط عسى انا، متى يبقى هذا العراق؟ متى هذا العراقيين الجنوب والشمال واحد يغلط على الثاني؟ نعم، من يغلط؟ ابو محمد. ابو محمد. ايوه أسمعك. ماشي أبو محمد، شنو رأيك بإعادة الفرز، العدوى الفرز اليدوي؟ والله أخي هذا العراق أنا ما شفنا راحة، هذا الرجال شيء بس ما شفت راحة في العراق. يا ماما مد وجزر، واحد يذب التهم حق الثاني، واحد يغلط على الثاني. يا أخي انتخابات بعد مثل التزوير صار بيها، صحيح عم صار بيها التزوير. بس العلاج لازم العلاج من داخل العراق، ما يجي العلاج من خارج العراق، كل واحد صعد ذاك ايران. بالضبط، اذا حزب الله اللبناني يرشح فالح الفياض، ايران رايده هاد العامري، هاي التدخلات.
الخارجي. راح اضيق ذول جوازاتهم مو عراقي، زين جابهم على لبنان وجابهم على ايران. والله هذا حديثهم هم. كانت كانوا هناك قاعدين. لا 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 مو هذا، كوزن حاضرتهم حينما حاربنا الدكتاتور صدام، حارب الشعب العراقي. كانت حاضنه لاتباع ال محمد، لا اكثر ولا اقل. ايران نعم. ايران ما عندها جرم بالعالم. انت كنت بالعراق بوقتها لو بايران؟ لا لا بالعراق، وشاركنا بالانتفاضه ضد الدكتاتور صدام بال 91. ماشي. وكل الدول كانت تمام. انت خوش حكيت حكايه، قلت احنا ولد اليوم والى اخره. هسه انت وتحدثت قلت تعبنا وتزوير، وضع العراق مو زين. ابو محمد وياي مو؟ ابو محمد من بابل. بلى. صح؟ بلى بلى. ابو محمد. نعم. زين هسه احنا ولد اليوم. نريد. نعم. ولد اليوم. اليوم عندنا حمى نزفيه، كتله 5 مدنيين، اصابات بالعشرات. يعني حكومات من العام 2003 لغاية الآن، هسه احنا نظل احنا بتفكيرنا صدام راح مات وشبع موت وراح. هسه احنا ولد اليوم الحكومة لازمتها كما يقولون حكومة إسلامية شيعية، هم يتحدثون بهذا الخطاب. اليوم ايش قدمت هي للمحافظات الشيعية؟ اليوم امراض، هاي اخر الحمى النزفية، هناك يعني سطوة للميليشيات على السلاح، سطوا على الشارع، ما حد يقدر يحكي وياهم. احكي لنا باليوم، احكي لنا باليوم. باليوم اي اي اشاعه بالعراق سوقها ماشي، لان العراق هو اي اشاعه تحدث به اشاعه. اشاعه ماكو كهرباء، لو اشاعه ماكو مي، لو اشاعه البصره ما عندها مي شرب، لو اشاعه بطاله، لو اشاعه فقر، لو امراض، شنو الاشاعه؟ هاي مو تقول لي، هاي السياسيين دولة من 2003 شكلت إلى يومنا هذا هي محتارة تحارب الإرهاب وساعة تحارب الركود الاقتصادي. ماشي، هاي المحافظات اللي بيها إرهاب افتهمناها، وهسه تقريبا داعش يعني بتصريحات الحكومة تم القضاء عليه. احنا خلينا نحكي على باقي العراق. بس العراق قابل بس الأنبار؟ خاما بس الأنبار العراق والموصل، العراق بابل والبصرة ونجف وكربلاء وميسان والنجف هالمحافظات ايش قدمت الحكومة؟ انت اخذتنا الى موضوع، انا سألتك على تساؤل، اخذتني الى موضوع، سألتك على موضوع العدو الفرز اليدوي. اليوم شنو رأيك بيه؟ راح يغير من نتائج الانتخابات لو لا؟ ان شاء الله يغير. شي يغير اذا بس 7 محافظات ومراكز محدودة؟ يتغير لان البرلمان، هذا البرلمان الماضي متاكد من اكو تزوير حدث بهذا الانتخابات، وكل الدول اذاعتها اكو حدث تزوير. ماشي. وان شاء الله يتبدل على التزوير، ولا تبدل على التزوير هي اكو معاناه كبيره غير هاي كبيره بالشعب العراقي. نعم. سوء الخدمات، سوء الصحه، سوء كلها بها سوء، ما اقول لك لا. زين ابو محمد اريد اسالك سؤال. يعني تمام، انت تقول ان شاء الله راح يصير تغيير بعد العدو الفرز اليدوي. بدي اسالك سؤال شخصي، انت ليش كل حلقه تدخل باسم مغاير؟ مره ابو هاني، مره ابو احمد، مره ابو محمد، تقدر تجاوبني؟ انا هذا لك مخابرتك من العلاقه، ما خابرتك ليه كل مره. لا لا اي تمام اي، ليش صوتك معروف؟ الو اسمعك، ليش كل حلقه تدخل باسم مغاير؟ مو يا اخذ تهاجمون. انا قلت ليش؟ اي الو اسمعك ليش؟ نعم امام العالم، يعني حوالي 4 مرات اخابركم ما يطلع اسمع التليفون، بس يطلع واحد من التليفون شفت بيه يغلط علي. نعم 4 مرات 5 مرات، يعني الزملاء بالكنترول يعرفون صوتك وانا اعرف صوتك. اي طلعوا لي غلطون، ولهذا عرفتك ابو محمد. هسه بدي احكي وياك، ما عندنا شيء وياك احنا. الو اسمعك ابو محمد. اي انت بس انت دمك بارد وياي، الباقيين يغلطون علي. لا 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 ما حد يقدر يغلط عليك ابدا. لا 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 يغلطون علي ويسموني ايراني، وايران ما سوت شيء رجال. ماشي أبو. هذا رايك، هذا رايك واحنا نحترم رايك ابو محمد. نعم انا اشكرك ابو محمد من بابل. اكو اتصال؟ عندنا اتصال؟ ماشي، خلونا بما يجهز الاتصال
ناخذ كذلك تصريح للنائب كامل نواف الغريري، قال بأن الجهة التي قامت بتزوير الانتخابات وأحرقت صناديق الاقتراع تتحمل مسؤولية ما يجري في البلاد. حمل النائب الغريري الكتل والأحزاب المشاركة في العملية السياسية مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع في العراق من تردي على مختلف الأصعدة، وشدد على أن العملية السياسية وصلت بالبلاد إلى حافة الهاوية بسبب الفساد والمحاصصة الطائفية. هذا تصريح للنائب كامل نواف الغريري. خلونا نأخذ ما صرح به هذا النائب. اليوم وصل إلى الهاوية، خلي بصراحة خلي أحكي إياها، لأن اليوم ما هي العملية السياسية من 2003 ولحد هذا اليوم اللي هي بنيت على أمراض وبنيت على فساد ومرضت على الإرهاب وبنيت على طائفية. فاليوم هاي نتائجها. اليوم بعد 15 عام يرجع البلد إلى مربع الصفر وهذه المعاناة، ونرجع إلى حالة التزوير وحالة الحرق وحالة الإرهاب، وهذا ما يصيب البلد. فهذه تتحمل جميع الكتل السياسية اللي هم قادوا العملية السياسية من 2003 ولحد هذا اليوم من مشاكل ومتاعب، واليوم اللي يدفع الضحية الأول اللي هو الشعب العراقي. نعم، معنا اتصال أبو ناصر من تركيا. تفضل أبو ناصر. أبو ناصر تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لحضرتك. حياك الله. وبس عندي مقدما، يعني بس اريد اوجه كلام للاخ اللي اتصل ابو محمد من بابل. ادخل ارجوك ابو ناصر، ارجوك. لا بس اريد اقول له بانه الكنترول اللي موجود بقناه الرافدين قمه الاخلاق. يعني من انا شخصيا من اتصل، يعني كل تفضل اخي اهلا وسهلا بحضرتك، وانا متاكد يتعاملون مع كل المواطنين بنفس الصيغه. نعم. وبنفس الاخلاق، ماكو شغله ما الواحد يغلط عليه او يهين حشاه هو. نعم. على كل حال يعني استاذ عمر، هو يعني حتى اذا انتهت عمليه العدو الفرز اليدوي وانكشفت عمليه التزوير وانكشف اللي مزورين، شنو اللي راح يتغير؟ نعم. يعني هي نفس الوجوه السابقه راح تبقى مسلطه على رقابنا، ونفس الفاسدين راح يستمرون بفسادهم وسرقاتهم واجرامهم. وقائمه الفتح من ترشح هادي العامري وفالح الفياض، يعني انا برايي اقول اذا بقى شيء بالعراق ما تدمر خلال 15 سنه الماضيه راح يبدأ بالتدمير حاليا إذا ذولا استلموا. يعني إذا استلم واحد من ذولا منصب رئيس الوزراء، والكل تعرف بأن كل الموجودين بالعملية السياسية هم مجرمين وفاسدين. نعم. لكن أنا برأيي أقول بأنه هادي العامري هو أكثر إجرام ودموية من خلال ميليشيات المجرمة اللي انتهكت كل حرمات المواطنين. نعم. وبتوجيه من أسياد الإيرانيين، وكل العراقيين يعرفون وكل العالم يعرف بأنه هادي العامري شلون كان يقاتل بجانب إيران ضد الشعب العراقي، ولما تجي تحكي يقول لك لا كان يقاتل الحكومة العراقية. طبعا هذول اللي انقتلوا على ميليشيات هادي العامري من كان يقاتل سابقا بجانب إيران هم كلهم كانوا حكومة عراقية، لو شعب هم ذولا. نعم. وتلاحظ حضرتك بأن إيران يعني حاليا مستميتة وتعمل بكل قوتها التنصيب. نعم. هادي العامري لمنصب رئيس الوزراء، يعني هو يعتبر المجرم الأول والأشد إجرام من كل الموجودين اللي تابعين الإيران. نعم. ويعني حتى أستاذ عمر، حتى إذا عرفوا اللي زوروا وراح يطلع المزور ويقولون هذا الشخص زور هاي الانتخابات وكسب أصوات بالتزوير، ثق بالله العظيم كل شيء ما راح يسووا له. يعني حتى إذا يقول راح نقدمه للمحاكمة، لا هو بالمناسبة يعني بحسب لجنة القضاة قال لك موضوع الفصل بموضوع التزوير ما لنا علاقة احنا به، احنا لنا علاقة فقط بإعادة العدوى الفرز اليدوي في 400 مركز اقتراع موجودة في 7 محافظات، يعني حتى مو كل الصناديق، فقط في مراكز محددة في هاي المحافظات 7. أما انه والله النائب الفلاني او المرشح الفلاني زور اشترى بطاقات انتخابية كذا، لا، احنا فقط مهمتنا إعادة العدوى الفرز اليدوي في مراكز محددة. واللي زوروا أستاذ عمر هذولا شنو راح يكون عقوبتهم؟ شنو عقوبتهم راح تكون هذولا اللي زوروا؟ لجنة القضاة المنتدبين يقول لك احنا ما لنا علاقة بهذا الموضوع. يعني هم لو حكومة نزيهة ولو قضاء نزيه ولو قضاء شريف، أي واحد زور وقام
قام بعملية تزوير لازم يتقدم للمحاكمة، لأنه هذا كسب أصوات بالتزوير وغش الناس ودفع فلوس في سبيل يوصل المنصب، يعرف بأنه هو من خلال هذا المنصب اللي راح يوصله راح يستفاد أكثر من اللي دفعه. وين الحكومة وين القضاء؟ إذا القضاء بالأساس مسيس يا أستاذ عمر الله يخليك، وكلهم يعرفون بأنه القضاء مسيس، يعني ما نريد نستمر بهالشغلات هاي. وتلقي الحكومة بين فترة وفترة يطلعون بشغلة جديدة لهون بها الشعب، ونقدر نقول يعني مو لهون بها، ومع احتراماتي للشعب يضحكون علينا احنا. يعني يضحكون على الشعب، والمشكلة هم يدعون بأنهم سياسيين وهم بالأساس والله مجرمين، وعندهم استعداد يعني يذبحون نص الشعب في سبيل يبقون بالحكم. وبصراحة يعني والله أنا يعني شخصيا حاير، أقول ما أعرف الشعب جد ساكت عليهم، وهم دي يشوفون العراق دي يضيع وراحت هيبته، والمواطن يعيش أسوأ عيشة، ما مرت على العراق فترة فوضى ودمار مثل اللي دي يصير هسه بالعراق. يعني شعب فد نوبة ساكت ليش؟ على أي أساس أنت ساكت؟ شو وقت أنت راح تنتفض؟ وشو وقت راح تطالب بحقك؟ وشو وقت راح تعيش عيشة سعيدة وهنيئة ببلدك اللي أنت تعبت عليها، وياما اشتغلت وتعبت وسلمتها لهذولا وهذولا سلموها لإيران؟ يعني من بأي دولة دخلت إيران وما صارت فوضى؟ وأنت تشوف يا شعبنا العزيز والله تشوف أنت شنو اللي سوته إيران للعراق غير الدمار والقتل والتهجير، ومسلطين جماعتهم على رقابنا؟ نعم. إلى متى تبقى ساكت؟ مع تحياتي. أشكرك حضرتك. أبو ناصر من تركيا كان معنا. معنا اتصال أبو علي من كربلاء، تفضل أبو علي. السلام عليكم عمو. وعليكم السلام. عليكم الله يجعل في ميزان حسناتكم. حياك الله يا أهل بيت. في الحقيقة أنا اتصلت في رواية قنوات، يعني من القنوات إذا ما أقول الأحسن من القنوات يعني اللي وقعت أستحي أحمدكم قدامكم. الله يبارك فيك. أي ربي يشهد. أنا اتصل هواي، يعني حتى ما أخلي هواي القنوات اتصل من أجل العراق. عمي عمر احنا ما عندنا عداوية، واحد اللي يحب العراق نحبه واللي يكره العراق وما يشتغل عدين، انا ما عندنا عداوي اي واحد، يعني حتى لو ايران كانت زينة، مو عرفوا جماعة لو ما ايران لو ما ايران لو كانت زينة مو ما نعرف نميز، بس اكو مرات انسان يكون طقي في يصير غشاء قدام عينه، يعني يصير غشاء قدام عينه للأسف. فحب العراق، فكروا بالعراق، فكروا بالعراقيين. احنا مو يا ما مو مشكلة، انا اشوف هاي الدولة اولا الانتخابات سقطت ليش؟ لان 80% من واجدين نص الشرايط للانتخابات ما انتخبوا، هم يقولون 20% اكثر مع كردستان 20%، يعني باقي العراق يعني ماكو 10-15 الله يعلم ماكو. اذا هم قبل يقولون والله 50 و60 و70 وممثلين العراق، هسه ماكو السائلون قربوا 20%. حبيبي ساد عمر يريدون يسوون، لاكو انتخابات، لاكو حرية، لاكو أي شيء. احنا أنا أتذكر يعني هسه مثلا اكو واي ناس بنت آمال على سيد مقتدى الصدر، وأذكر بالانتخاب مرة ثانية للمالكي هم عاند وما أعرف شنو ودت عليه، هو صرح تصريح قال الخاطر المذهب، يعني الخاطر المذهب مو خاطر العراق، لا الخاطر المذهب احنا نمشي المالكي. هاي مشكلتنا، ناس صعبين ما يفهمون، يعني هذول صعبين. انا مالي شغل عمي ايضا رد الانفاق على صفحة وهم تاج راس اهل السنة، والله انا بالنسبة اعرفهم يعني بيضة القبعات لا ثمن لقد ولا هاي الشيعة ما تعرف تحكم. احنا نحسب الناس ضيا بالعمارة وبكربلاء. زين ابو علي، ابو علي ماشي، رد فلوس اخذت فلوس، رد الدماء انطيناكم دماء، شو تريدون؟ وين وصلتوا؟ تشكر على العالم المذهب العراق ذاك اليوم يقول انتم السنه ارهابيين، احنا ما نريد ان نكرر هذا لانه انت سويت ظلم سويت عيب. يعني انا عندي اصدقاء بالدوله 17 حميد وعقيد اضطروا للتصريح العسكري لانه سني وتخليه بدون راتب، طبعا 4000 بشر. وين مؤسسات التصفيه العسكري؟ كلهم قاعدين حتى العمل يطول. ليش البعثي اول 80% من حزب البعث هم شيعه؟ ليش البعثي خلال اول ايام 24,000 عضو فرقه يروح يندمج بالقوات الامنيه لكونهم
هم شيعي عليهم النور. زين ابو علي ماشي يتعاقب ياخذ منصب هذا عالك من كربلاء وشيعي ومن شيعي ومن معمم هم. يا اخي انصافكم وين انتم؟ وينكم صاف؟ قال علي عليه السلام انا اقول له علي او ابو هاني او محمد. قال الامير من علي عليه السلام يقول العدل ان تضع الشيء في محله. بينك ما بين الله يا ابو هاني يا ابو محمد يا ابو علي شو تسمى انت اخونا وعزيز علينا. انت شو تشوف ذولا في محله اللي هذول يعني كلهم هاي القاده هذه العامل نزم الوزاره مال النقل وشو سوى بالعراق. هذاك الثاني على كل حال حاطين على حب العراق اطلب العراق ماكو سنه ماكو شيعه ماكو كرد احنا عراق صاحبين حضر اسم العراق. نعم انا اشكرك عمي وسامحني طلعت عليك واخذت وقت. الله يسلمك ابو علي. شكرا ابو علي من كربلاء. معنا اتصال حيدر من العماره. تفضل حيدر. الو مرحبا. حياك الله يا هلا بك. الو مرحبا. السلام عليكم. عيني. وعليكم السلام ورحمه الله. سؤال سادي العزيز. حياك الله تفضل. انا من محافظه العماره من سان. حياك الله. احنا عندنا شباب عندنا راحوا للموصل. نعم اسمعني بس اترك التلفزيون نص التلفزيون حتى صوتك يصير واضح. نعم حيدر. موصل عايشين حلال وحرام. نص التلفزيون حتى نفتهم عليك. عندنا شباب العمارة. نعم. جابوا فوزات. جابوا. وجابوا بيض حلال الموصل. ها جابوا حلال من الموصل. اي نعم زين هذا حلال وحرام عد اشوف. والله انت شو تقول؟ انا مو مفتي بس الحلال بين والحرام بين. موصل انا اقول حرام ويعني حرام يعني حتى الله ما يرضى بها. نعم. هم شو يقولون؟ هم جابوه هنا هسه ساحين بيد الشوارع امهاتهم واقفه في المكان لا 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 اولاد طبوا الموصل. زين بس جابوا حلال لو جابوا غير شيء؟ جابوا حلال وجابوا ذهب جابوا فلوس يعني سوى ما سوى. نعم. وهم يقولون حلال هاي مال دواعش مو؟ اي هاي هو مو مال داعش ومال الناس اللي قاعدين ببيوتها. لا هم يقولون نعم. زين رجال الدين انا وانت. نعم حيدر رجال الدين هناك الناس الفاهمه العاقله ما حكت وياهم قالت يابا حرام ما يصير. وين اكو بعد ناس عقاد بالجنوب صارت كيف ايران وبكيف الكلب ابن الكلب الخامني بعد وين اكو حلال وحرام وناس بعد عاقله. مع الاسف والله مع الاسف. عندك شيء تضيفه حيدر؟ لا والله بس عن مخبت الهضيمه والله العظيم مخبت الهضيمه على دول اولاد الزنا يروحون يطبون المناطق. نعم مثل الموصل ورمادي والله فكريت. أنا أشكرك حيدر من العمارة كان معنا. نقرأ رسالة واتساب يقول أخي عمر المؤكد بأن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية الجارية في 12 من مايو أيار الماضي وإعادة الانتخابات برمتها هو الخيار الأفضل بين عدة خيارات لمعالجة أزمة التزوير واسع النطاق الحاصل في هذه العملية. مبروك من الإمارات. رسالة أخرى كل الانتخابات مزورة كما تقول أم علي ما دام هذا العامري وأزلام إيران من السنة والشيعة موجودين في العراق فاقرأوا السلام على العراق والانتخابات البركة بالمجاهدين فقط والسلام عليكم. أم علي أرسلت هذه الرسالة. رسالة من رويدة من المدائن ساكنة في أربيل تقول السلام عليكم أخ عمر والله يا أخي تعبنا وذولا جايين يلعبون بالناس انتخبت مقتدى وجاب كل مجرم ودخله ويا شنو بعد ملينا منهم والله تعبنا تقول رويدة من المدائن. رسالة أخرى أخ واحد يقول السلام عليكم أخي تفضل اكتب رسالتك بانتظار ترسلنا الرسالة. رسالة أخرى يقول أخي عمر الشعب العراقي أين صوته يتساءل وهو يعيش
أسوأ حال 15 سنة، ألا يعرف الشعب بأن العامري قاتل مع إيران ضد العراق، وقسم كبير من أتباع إيران يتسلطون على رقاب الشعب. أما يكفي يا شعب، أين رجال العراق وأين شيوخ العشائر وأين العقل والناموس يتساءل. إذن إعادة العدوى الفرز اليدوي اليوم بدأ من قبل القضاة المنتدبين المشرفين على هذه العملية، المحافظات يلانبار ونينوى والتأميم وصلاح الدين وأربيل والسليمانية ودهوك. العدوى الفرز سوف يكون في مراكز اقتراع يوصل عددها إلى 400 مركز اقتراع فقط في هذه المراكز، ليست شاملة لكل صناديق الاقتراع في هذه المحافظات، ولكن فقط في المراكز التي تم تلقي شكاوى منها أو من قبل مواطنين تم رفع شكاوى ضد هذه المراكز بوجود تزوير. أما باقي الصناديق فلن تفتح، وكذلك الأمر باقي أو معظم محافظات العراق لن يتم إعادة العد والفرز اليدوي فيها. تحدثنا في هذه الحلقة عن هذا الموضوع، وتلقينا عدة اتصالات حول هذا الموضوع، وقرأنا بعض رسائل الواتساب. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.